قرية براد بالقرب من مدينة عفرين شمال حلب، 15 كيلومتراً فقط إلى الجنوب الشرقي منها، تعتبر أكبر القرى الأثرية في شمال سوريا. يعود عمر القرية حسب التأريخ إلى الفترة الرومانية والقرنين الثاني والثالث بعد الميلاد. أبرز معالمها هي كنيسة القديس جوليانوس، والتي شيدت عام 402 للميلاد. تتربع القرية على جبل ليليون، وتتميز بموقعها القديم. تضم معبداً وعدة قبور صخرية تقليدية، وأبنية تعود إلى 203 للميلاد، وهي ترمز إلى وجود صناعة استخراج الزيت في القرية. توسعت براد وازداد عدد سكانها في القرن السابع الميلادي، حتى أصبحت مركزاً صناعياً وزراعياً كبيراً في منطقة جبل سمعان برمتها. ازدهرت تجارة الحبوب والزيتون إلى جانب تطور الصناعات الزراعية، وخاصة استخراج زيت الزيتون التي تعرف به حتى عصرنا الحالي. عادت تلك المناطق في الشمال السوري إلى سيطرة المعارضة السورية نتيجة عملية غصن الزيتون، غصن ما زالت أوراقه العسكرية والاستراتيجية تكتب في صفحات تاريخ جديدة. Thank you.